السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة يمرة، جينا نصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع في الدور 11. زي ما تلاحظين في أسانسيرين لكل مبنى. نجي هنا على الشقة، هذا مدخل الشقة. أول ما نخش الأرضيات زي ما انتم لاحظين أرضيات سيراميك. يسارنا في دورة مياه أولى، ويميننا عندنا الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. في مخرج للبلكونة من الصالة زي ما انتم ملاحظين، إطلالة جدا رائعة على البحر وعلى المدينة. هذه المساحة، مساحة البلكونة، بلكونة على شكل L. إطلالة بانورامية ما شاء الله تبارك الله. في المجمع في مسبح ومواقف للسيارات وبوابة إلكترونية وألعاب أطفال وسوبر ماركت وجلسات عائلية، كل شيء متوفر في المجمع. البلكونة زي ما احنا ملاحظين لها إطلالة على الطبيعة من جهة، وإطلالة على البحر من جهة ثانية. البلكونة ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة، لها 3 مداخل، مدخل من هنا من الغرفة، ومدخل من المطبخ، ومدخل من الصالة. نكمل تصوير باقي الشقة. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا ملاحظين، الأرضيات باركيه فاخر. نطلع من الصالة نجي هنا على المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. هذا المخرج اللي قلنا للبلكونة. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك. نطلع من المطبخ نجي هنا الغرفة الأولى. مساحة الغرفة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة، وزي ما قلنا قبل شوية مخرج ثالث للبلكونة من الغرفة هذه. إطلالة الغرفة على الطبيعة وعلى المدينة. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا الغرفة الثانية، مساحتها ما شاء الله جميلة. إطلالتها أيضا على الطبيعة. مقابل الغرفتين حمام رئيسي وانتم بكرامة. الحمام له مروش، نظام جاكوزي وكلوزت والمغسلة. نجي هنا أخيرا على غرفة الماستر. نخش هنا غرفة الماستر. هذه المساحة مساحة غرفة الماستر، لها دورة مياه خاصة فيها، مروش، وإطلالة غرفة النوم الرئيسية الماستر على الطبيعة من الخلف.
منطقة يمرة منطقة حيوية جدا، قريبة من مول جواهر ومن جميع الخدمات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.